هدايا السيسي في عيد العمال. الناس امبارح بعتت وقالت عم احمد انت بتتكلم في ايه؟ في هدايا من السيسي عملها في عيد العمال. قال لك صندوق اعانه وصرف 1000 جنيه للعماله. وهنا بقى هاتوا الخبر هنا علي. وهنا حطينا بيقولوا دايما الشيطان يكمن في التفاصيل. ايه بقى التفاصيل؟ ان الناس فكرت ان الألف جنيه لكل العمال في مصر، لكل القوى العاملة في مصر. لا يا سيدي الفاضل، سيدي المواطن، هذه الألف جنيه للعمالة الغير منتظمة مش للناس كلها. القوى العاملة النهاردة الصبح ضربت كرسي في الكلوب وفهمتنا، قالت ايه؟ ان اللي هياخدوا الفلوس دي هم مين؟ 350 ألف مصري بس. 350 ألف مصري من حقهم ياخدوا الألف جنيه. تمام؟ تمام. تعالوا نشوف منتج كده بيقول لنا فيديو هيقول لنا، بس هيقول لنا الحالة بتاعت الحاجات اللي قالها السيسي دي. يقول لك ألف جنيه وصندوق مش عارف ايه وهنعمل ايه، والقصة كلها في الآخر 350 ألف واحد. من كام؟ نشوف ونتابع مع بعض الفيديو علشان نعرف القصة والحكاية. هدايا السيسي، ضحك على الدقون. السيسي في عيد العمال 2023 قال انه هيصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة. النهاردة القوى العاملة وضحت ان 350 ألف مصري يحق لهم صرف المنحة. لو قارنا عدد من يستحقون المنحة مقارنة بعدد عمال مصر، 350 ألف على 27.843 مليون. احسبها انت بقى وقول لي فين المنحة. قيمة منحة السيسي على بعضها تساوي 350 مليون جنيه. استعدادات مؤتمر المناخ كلفت الدولة 15 مليون جنيه بحسب تصريحات محافظ جنوب سيناء. منتدى شباب العالم النسخة الثالثة 2019 كلف الدولة 600 مليون جنيه. أجر محمد رمضان في جعفر العمدة 45 مليون. بس خلاص. يعني ببساطة بيضحكوا علينا، قال لك 350 ألف مواطن هنديهم، وانا وانت اهو، واحنا عارفين ان لا 350 الف هياخدوا ولا حتى 100 الف ولا 50 الف. هي فرقعة ليه؟ محدش بيعد وراهم.